ما هلا وصلنا لمساحتنا الاخيره اليوم من صباحنا غير. كنا عم نحكي قبل شوي عن الابداع بالتصوير والمواهب الحلوه، واليوم رح نحكي عن ابداع اخر. نور، يمكن كل صبيه كلياتنا بنحب كل صبيه وكل سيده بتحاول تحرص انه يكون عندها اطلاله جميله صحيح. مناسبه لكل الاوقات، يبين فيها تبرز معالم الانوثه، وطبعا بيساعدها بهذا الشيء هو فن المكياج. اكيد سلمى، ومع التطور يمكن مجال المكياج والعصر دائما عم نشوف فيه اختلاف بطبيعه المكياج. اليوم كيف فيها الصبيه تحافظ على شكلها انيق بسيط جميل ان كانت متوجهه للجامعه او ان كان للشغل، وبعض الاخطاء الشائعه بعمليه المكياج بتاثر سلبا على اطلالتها. لنحكي عن هذا الموضوع اكثر معنا ضيفتنا خبيره التجميل راما بلال. يسعد صباحك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي راما. خلينا نبلش اليوم في كثير اساسيات بعض السيدات صاروا يعرفوها او الصبايا من خلال الانترنت، والبعض بيشوفها بس ما بيعرف يطبقها، فخلينا نحكي عن الاساسيات للمكياج الصحيح. هلا المكياج الصحيح لازم اول شيء نختار الفونديشن اللي يناسب بشرتنا، والكونسيلر كمان يناسب بشرتنا، وفي خطوات يعني للميك اب ليطلع حلو ومرتب. لازم نرتب بشرتنا بطريقه كثير مضبوطه، وما ننسى نحط البرايمر قبل الفونديشن. هلا كميك اب يومي فينا نستغني عن الفونديشن كرمال نحافظ على بشرتنا اكثر، واذا عندنا هالات سوداء او حوالين العيون في مشاكل فينا نستخدم الكونسيلر. وفينا كمان نستغني عن الاي لاينر هلا، وخصوصا بفتره الصبح، وعم يكون الميك اب طبيعي اكثر. يعني هلا عم نشوف بالاونه الاخيره حتى العروس يعني عم يتوجهوا للبساطه والاطلالات يمكن البسيطه الانيقه والالوان الرايقه. ما في تحديد عم يكون عم تكون الالوان دائما فاتحه ورايقه، مع يعني عم نبعد بهالشتويه عن الشيء الغامق والمحدد. طيب اكثر الالوان الدارجه بالميك اب البسيط الخفيف فينا نقول كشادو ضمن الاطلاله الصباحيه؟ الإطلالة الصباحية فينا نستخدم البراون وتدرجاته، الزهر وتدرجاته، فينك تستخدمي الأورانج الفاتح، هدول الألوان الرايقة يعني بعد عن الألوان الغامقة. يعني هدول كمان بيتناسبوا مع أي نوع من أنواع اللباس، يعني بشكل عام بيلبقوا على كل شيء. تمام. خلينا نحكي عن الأخطاء الشائعة اليوم، مد الفونديشن، تحديد الملامح الوجه. في اشخاص مثلا بيشوفوا عمليه الحفر او النحت مثل ما بيقولوا بالميك اب، فبيحاولوا يجربوا، بيكون هو مثلا وشهم مو بحاجه لهذا النحت، او هي بتعمله بشكل غلط، مثلا شافت وش عريض بدها تنحت هي بنفس الطريقه فبتنحف وشها بزياده. خلينا نحكي عن هي الاخطاء الشائعه وكيف ممكن تداركها الصبيه ما تدخل بهذا المجال. هلا صراحه كثير بلاحظ انه بنات عندها اخطاء كارثيه، يعني بتغير من ملامحها، بتغير يعني نحن بنستخدم الميك اب كرمال بنجمل من نفسنا، لا هي بشكل عكسي بتبشع. طريقه رسم الاي لاينر كل عين لها طريقه معينه، الحواجب عم يكون تحديدهم كثير حد واغمق من لون خاص الشعر، لازم نخليه هيك طبيعي يعني اكثر. والكونتورينج كمان كل وش له طريقه معينه، الوش المدور بنحاول نخفف من حديه الخدود، اما الوش النحيف بنحاول نبرزهم بطريقه معينه، فلما بنستخدم الكونتورينج بطريقه غلط اي شيء طبقناه رح يطلع كارثه. يمكن عم نشوف مبالغه مثل ما قلتي بعمليه التحديد بالاونه الاخيره. خلينا نحكي، قلتي كل وجه بيختلف، يعني اذا بدنا نعطي بعض الخطوات لعدم الوقوع بالاخطاء يمكن الشائعه بالمكياج، العيون الكبيره فينا نقول الواسعه شو بيلبق لها كشادو كلاينر، العيون الصغيره شو بيلبق لها، الوجه المله شو بيلبق له، الوجه النحيف شو بيلبق له اكثر. هلا مو قصه عيون كبيره وعيون واسعه، حسب تبطينة العين، جحوظة بعيدة عن بعض العيون، في طريقة معينة، في لوكات معينة بتلبق لهم، بس دائما بيكون في جميل وفي أجمل يعني. دائما العيون بيلبق لها شيء أكثر من شيء. بس العيون المبطنة بنحاول ما نحط لها آي لاينر من فوق، نخلينا نضل على الآي شادو، نركز الميك اب تحت العيون على خط الرموش. هيك. طيب خلينا نحكي اليوم كمان، في كثير من الاشخاص بيحبوا مثلا شيء مو شرط يلبق لهم، مثلا نعرف في ناس بتاخذ لون واحد، يعني انا بحب شادو فاتح،
او لون واحد على كامل العين. وهون كمان هذا الشيء بيختلف بين اللي عنده عظمه بالعين عنده تبطينه او لا. رموش، في ناس رموشها ثقيله فبالعموم بتساعد شوي، في ناس بحاجه لرموش صناعيه لحتى تبرز الميك اب. خلينا نحكي عن هي التفاصيل اليوم، كيف لازم تتعامل مع هذا الشيء؟ هلا نفس الشيء على حسب شكل العين، شكل الرموش بيختلف من عين لعين. اذا عندك مدى فوق عينك واسع منيح واسع فينك تحطي اكثر من لون بيساعدك بالدمج. اما اذا كانت المدى قليل ما فينا نحط كثير الوان، لون واحد ممكن تعتمدوا في لون لونين هيك. يعني يمكن مال ما يصير في الزاويه هي مشكله كثير كبيره. في ناس بتقول مثلا انا ما بحب زاويه على عيني. هلا امتى بيلعب دور سلبي وامتى ايجابي انه احلى بالبقلق؟ زاويه غامقه بطرف العين. هلا اغلب العيون بالبقلق انك من الاخير تحدديها بشكل غامق كرمال تبين شقلتها مضبوطه، بس العيون المبطنه صعب انك تغمقي من هون، ما رح يطلع حلو. بس هيك. طيب راما، خلينا نحكي بالآونة الأخيرة عم نشوف يمكن موضة اللاينر عم تخف شوي، يعني يكون فقط شادو ورموش ولكل العيون. يعني هلا كنا عم نحكي مثلا العيون الكبيرة الواسعة المبطنة بالبقلة، لا هي عم نشوف هي الموضة دارجة لكل العيون بالآونة الأخيرة. عم يكون الميك اب هيك طبيعي ومريح للنظر أكثر يعني هالفترة، حتى كثير ترند هالشتوية انه هيك حتى العروس عم نتفاجئ عم نقوم بلا الايلاينر. ايه هو يعني حلو انا بلاقي، الا اذا في صبايا لسه بتحبس انه تحط اي لاينر، برايي انه تحطه بطريقه كثير ناعمه ورقيقه من اخر العين. ما نبلش من اول العين نحدد. طيب خلينا نحكي كمان اليوم، كثير من الصبايا بهذا الوقت بحبوا بشكل عام الاطلاله مثل ما قلنا ميك اب نو ميك اب، فبيروحوا بيجيبوا مثلا فون ما بيتناسب مع لون بشرتهم فبتنتزع العمليه كلياتها. تحديد لون الفون المناسب للبشرة كيف بيتم؟ هلا بدك تحددي اللون المناسب، بدك تجربيه هون قريب عدقن تمام. ايه بدك تختاري نفس اللون بشرتك نفس اللون ولا بيقولوا اغمق درجة او هلا على حسب الشيء بترجع له اغمق درجة. اذا حابة انت تسمري من حالك فينك اغمق بدرجة واحدة، واللي حابة تفتح حالها كمان درجة واحدة، بس مو انه يكون في فارق كثير بالالوان كثير كبير. طيب خلينا يمكن اليوم كمان بالآونة الأخيرة عم نشوف الصبايا الصغار يعني اللي بعمر المراهقة عم يبلشوا يحطوا ميك اب خفيف بال 14-15، شو يعني إذا بنعطيهم بعض النصائح لحتى هيك يكون مناسب لعمرهم ما يكون في مبالغة فيه؟ هلا أي حابين مثلا يحطوا أي شادو يكون مثلا لون واحد لونين ويكونوا كتير فاتحين، كمان يبعدوا عن الآي لاينر، ما يحطوا هايلايتر وجليتر وش كله بالوان اللامعه يغمقوا كثير من لون الروج يضل فاتح. يعني الكونتورينج ما يكون محدد بطريقه حاده ليكويد، يكون لازم يكون باودر مشان يعطي هيك طريقه يعني بسيطه وناعمه. اكيد بالختام نتشكر وجودك معنا وكل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، اكيد لكل الصبايا اللي تابعونا بيقدروا يرجعوا يحضروا بعدين بالاعاده يعرفوا هي التفاصيل اللي حكيتي عنها. شكرا كثير لك اخصائيه التجميل راما بلال على وجودك معنا. شكرا لكم.